بنطلون. شو فيها السطلون؟ الله يرضى عليك، نزل على الدكان جيب لنا عصير لانه فحم قلبنا. عصير؟ ايه. بدك اياه بالكرتوني ولا بالقنينة؟ انت من وراك العالم عم تحكي علينا، بتعرف؟ بعرف من وراي تشرسنا. بيجيبوا العصير بالقزازة كرمال الصحة. مزبوطة. يلا ما تطول. لا نزل على السريع. قد ما فيك تكون سريع انزل، يلا. والله جيت بسرعة. الظهر ما كان في عجقة بالدكانة. ألو مين؟ أنا هبلون يا سطلون. يا هبلون اللي عم بتحكيني على التليفون وأنت قاعد ورايا بالسيارة. لا أنا بعدني بالدكانة. إيه والله. ليه بعدك بالدكانة؟ مصيبة يا سطلون، مصيبة. دارت من الدكانة لقيت سيارتنا مختفية، سرقنا. لا هيدي مصيبة. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نروح نبلغ الدرك. ايه طيب خليك انت قاعد بالدكانة، انا رح لف وارجع لعندك ورح تلفن للدرك هلا انا وبالسيارة. ايه حتلفن على 111. يلا سكر انت جاية. نترك. الو مرحبا درك، نحن انسرقت سيارتنا. ايه سيارتنا لونها هيك شوية على زيتي على اخضر مجردة وبالعلامة في غراض حد كرسي شوفير. ايه يلا جايين لعندك، جايين ركض لحتى نبلغ نحن. هبلون اطلع. يلا بدنا نطير الطيران على المخفر. يلا اطلع. جبت القزازة. يلا نلحق لانه خبرناهم انه نحن جايين نبلغ عن السياره. اه جبت القنينه. جبت القنينه. ايه بالقزازه. اطلع يلا.